حول الموضوع انضم لنا عبر الهاتف من زيورخ رشد أفيروز، مؤسس منصة باب والمدير التنفيذي. أهلا بك معنا رشد. منصة باب، هذا التطبيق إذن على الهاتف الذكي أو على الإنترنت أو على الآيباد أو الأجهزة اللوحية، تحدثنا عنه بشكل موسع أكثر أو تشرح لنا بشكل مبسط هذه الوسيلة، كيف يمكن للاجئين استخدامها في تحويل واستلام الأموال، إلى أي مدى فعلا يمكن من أن تسهل من حياة اللاجئين السوريين خاصة؟ اي طبعا، الميزه في هذا التطبيق انه مبني على تكنولوجيا حديثه اسمها البلوك تشين، وايضا جدا من ناحيه البنيه التحتيه هي جدا متطوره مختلفه عن البنيه التحتيه الموجوده في البنوك الحاليه. طبعا فقط بتوضيح، الابلكيشن ما هي فقط للاجئين، اي شخص يعني في العالم ممكن يفتح حساب بنكي بريطاني. طبعا احنا موجودين في بريطانيا ومؤسسين البنك في بريطانيا، وردي مصرح لنا طبعا من الفينانشال كوندكت اوثورتي اللي هي سنترال بنك. ربما التقرير ركز على اللاجئين لانه اللاجئ السوري خاصه لديهم بعض المشاكل ربما في تحويل واستلام الاموال، لذا ركزنا على اللاجئين، لكن اي شخص ممكن ان يستفيد اذا من التطبيق ومن البنك؟ طبعا اي شخص، ولكن يعني بصراحه انه التطبيق هذا طبعا هو بنك يعني مش اي بنك اخر، ولكنه يعني يركز كثير في الميكرو اوكونومي او بالاصح في الاقتصاد المصغر اللي هو ممكن سمول ميديوم سايز بزنس، الافراد العاديين، الاشخاص اللي الدخل محدود. اللاجئين هم بارت اوف ات، يعني هم طبعا بيكونوا اول من يستفيد من التطبيق طبعا، لانه مجانا. اولا التحويل مجانا كون هذا هو بنك حسابي اصلا. يعني التحويل من خارج بريطانيا الى بريطانيا ام ماذا؟ التحويل الى اي مكان في العالم كونه هو حساب بنكي، أو يعني بالاساس هو بالمجان، ولكنه يعني اكيد بيكون مجانا. والميزه في هذا الموضوع انه هو مثل اي سوشيال اب اخرى يعني، ولكن يوجد فيها الحساب البنكي موجود كبلت ان في الابلكيشن نفسها، فبيكون زي ما يعني اي شخص ممكن ينزل اي ابلكيشن واتساب ولا اي سوشيال اب. والميزه في هذا اني تستخدم تكنولوجيا حديثه جدا من ناحيه السكيورتي واللي هي البايومتريكس اللي هو بصمه الصوت والصوره. يسهل لكل شخص انه يعني يكون في منصه او في بلاتفورم جدا امن. شكرا لك إذن على هذه المداخلة. معنا السيد رشد أفيروس، مؤسس منصة باب والمدير التنفيذي للمنصة أو هذا البنك من زيورخ، كنت معنا عبر الهاتف. نشكرك جزيلا.